شاهدنا هذا التقرير لجمعية أصايل بدر وقديش مهم دعم السيدات وعملهم، وكثير من المنتجات يمكن سواء التراثية أو اللي ممكن أنهم يصنعوها حتى يقدروا فعلا يمكنوا أنفسهم وعائلاتهم اقتصاديا، وبالإضافة أكيد يفيدوا المجتمع اللي موجودين فيه. من الجمعية ومن عمل السيدات أيضا لفقرة مهمة عن الصابون، واليوم معنا رندا مقداد. هي قامت بصناعة الصابون وقدرت أنها تطور كمان على إنتاج الصابون بأشكال مختلفة لتقدروا أنكم تستخدموه بداية، وأيضا ممكن أنكم تهدوه كمان بمناسبات متعددة مثل الولادة، مثل الزواج، أعياد الميلاد. فاليوم رح نتعرف على رندا هيك عن قرب ونشوف كمان عن شغلها. صباح الخير. صباح النور. كيفك رندا؟ تمام؟ صباحك حبيبتي وسعيد صباح المشاهدين. يعني أشكال مختلفة من الصابون، أول ما بطلع عليها ما بعرف إنها صابون، يعني عم نشوف يمكن أوقات كتير أحرف، عم نشوف ورد، عم نشوف من الجليسرين يمكن هذا الصابون اللي هو بالزبط. على شكل بطيخة بس عملتها أنت بشكل وردة، كتير من الأمور هلا رح نحكي عنها. بس خلينا بالبداية نحكي كيف بلشتي بتعلمك لتعملي الصابون بهالأشكال. هلا التعليم كان عن طريق صدفة، إنه قدامي صارت كذا حاجة. كنت بتشتغلي قبل ما بتشتغلي؟ لا ما بشتغل فيهم. أوكي. كنت إنه صدفة، يعني شفت قدامي كيف بيعملوه كيف بيعمل بيكونوها، فأنا حبيت إني أطوره، حبيت الشغلة إنه فيها حس، يعني هيك بتدخلي عليها شغلات حلوة كتير، فحبيت إني أطوره طريقتي، صرت يعني أنتج شغلات أحلى وأحلى. شو أول شيء عملتي بالصابون؟ أول شغلة صراحة للأطفال، للبيبي. للبيبي. عملت هدية بيبي فكانت كتير مميزة وحلوة وحبوها اللي حوالي وشجعوني إني أعملها. من أولها زبطتي ولا كم من صابونة كسرتي؟ من أولها أكيد لا، من أولها زبطت، وهي صراحة ما فيها تكسير وتخريب، بس فيها إنه ذوق الدخلي قطع مميزة عندك إنك تعمليها بطريقة فنية تطلع معاكي بشكل أحلى. هم صابون، أنتوا لما بتشتغلوا بالصابون أو بتصنعوا صابونة من عدة مواد، يعني الصابون اللي معمول بهاي مواد مختلفة بسيطة. عن هاي؟ لا كله بنفس المادة، بس الألوان بتختلف، القوالب بتختلف. الألوان مادة بس، الألوان والعطور. يعني بتدخلي عطور حسب ما أنت بتكوني عاملة، يعني مثلا هاي البطيخ بتدخلي عليها روائح بطيخ تطلع معاكي الرائحة مع الشكل. كثير بهمني انا الورد الجوري نفس الشيء، بتحطي عليه ورد ريحتها بطيخ. بطيخ هاي عم نشوف هاي برائحه البطيخ، شكل وريحه، شكلها رائحتها. هذه قطعه واحده؟ لا هاي قطع انا ركبتها على شكل، ركبتها عمليتها زي كانها وردة. ورده هاي بيستفيدوا منها، بيحطوها ستات البيوت كمنظر عندهم على الطاوله، كثير كثير حلوه، وحاطه كمان جواها هيك. أيوة. زي كانه فعلا بطيخه وفيها بزر. بالضبط. هاي بالنسبه هاي بتقدروا انتم تستخدموها، بتقدروا تهدوها بشكل حلو. هلا هاي للبيبي صح؟ البيبيات. ولد وبنت. ولد وبنت. شو رح نخلص القص الازرق والزهر هاي؟ لا بتقدري انك تشكلي طبعا حسب مستحيل. ما انه مطلوب منك. حتى الناس اللي بتحب صح انه إن هذا بتقول لا اختاروا ازرق وزهر. صح. هي عندنا اشكال مختلفه. هذا البيبي شكله كتير حلو، وهذا كتير حلو. هذا هلا عم نحكي للبوي، للولد. في عندك طبعا كتير قوالب بتقدري تدخليها ببعض حتى تعملي منها تحفه فنيه. هذا البوب حرام كيف نام، كتير حبيته هذا، بس كتير متقن، يعني عم نتطلع حتى تفاصيل بالزبط. البيبي يعني متقنه كانه عن جد لابس طاقيه ونايم وهيك. اوكي. وهي البنوته. البنوته في عندك كمان هيك بتقدري تعملي اشكال. شوفي كثير كيوت صراحه. هي بنوتي كمان نفس الشيء بيبي. كثير حلوين. يعني. هلا بتعملي انت اوقات كثير، يعني مثلا عم بشوف اشكال كثير وقوالب كثير، لسه في اكثر من هيك طبعا. هلا بس تدخلي عليها انت بتعملي حسب الطلب، يعني بيكونوا طالبين منك بالزبط. مثلا بدي هذا الشكل تعملي بالضبط، يعني هذا مثلا لشهر. هاي بيبي شهر بتقول لك او سنه. هذا مش نيو بورن، مش انه اول ما ينولد، هذا بعد سنه اذا بيحتفلوا. ايوه انه سنن الولد يعني طلع له اول سن، فبحطوا له هاي ياخذوها كتوزيعات كثير حلوه بتكون. أوكي. تكون عامله هيك حفله صغيره وبتاخذها. في عندك هدول ياخذوهم المواليد اول ما الولد يعني ينولد، على حسب انه كمان اللون بتختاره. ايوه ببرونه لهاي العرباي، اشكال كثير حلوه. كثير
انت عندك صفحه رندا عندي على السوشيال ميديا؟ صفحه رندا المقدادي موجوده على الفيسبوك. على الفيسبوك رندا المقدادي، وبتقدروا اكيد تشوفوا الاشكال اللي ممكن انها تكون. هلا هذا بما يتعلق بمناسبه الاطفال. هلا عندنا هون اشياء مختلفه صح؟ بالضبط. هاي عريس، هاي عريس صح؟ هاي العروس. عريس وعروس حسيت من تعمليهم تعليقات هيك توزيعات. عريس وعروس يعني بمناسبه ممكن كمان ياخذوهم يعني هدايا بعرس يعطوهم للمعازيم. طبعا العروس كدا. بتختار اللون، العروس بتختار لون بدلة العريس كمان حسب البدلة اللي هي بتكون لابستها. هون عم نحكي تخرج. تخرج صح؟ هي بيكون عندك في شغلات موسمية. في صوابين بتعمليها كموسم اللي هي زي التخرج زي الحج. هاي كمان تخرج. بالضبط. هلا بنشوف بقية الأشكال نحاول زي عيد الأضحى مثلا عملنا له خواريف. حلوين هدول الخواريف كمان. هلا في هون كمان هاي شغلات موسمية خواريف، وعندنا هون هاي تعليقات بتحطيها بالسيارة كثير حلوة. كل شيء كمان له ريحة. صابون له ريحة حلوة فممكن انه يساعد هذا بمناسبة عيد الأضحى أكيد. حطيها تعليقات سيارة كثير حلوة. وهاي آية قرآنية بحاول بس أقرأ اللي عليها بس لأنه قل هو الله أحد. قل هو الله أحد لأنه عليها بس التل، فأنتم ممكن تفكوا التل وتقدروا أنكم. هاد كمان برواز. أوكي، وهي هون كمان عندنا تعليقة برضو آية قرآنية. في كتير تفاصيل حلوة صراحة وبأشكال متنوعة ومتعددة. ما بنقدر طبعا أكيد نشوف كل إشي بس بتقدروا أكيد. هلا هيك عندك شغلات تقدري من البيت تدخلي في اي شيء عندك بالبيت، اكسسوارات تقدري تدخليها على الصابون تعملي منه تحفه فنيه. هاي ممكن تحطوها صدف تعملين سيم الحمام مثلا بطريقه هيك بحريه تقدروا اكيد تستفيدوا منها. بالزبط. هون عندنا كمان ايوه عندنا يوم جديد. يوم جديد يا سلام عملت لكم تعليقات. خلينا نشوف يوم جديد. هذا دليل قد ايه ممكن انه تعمل يعني شيء متخصص لاي حدا بده اياه. اكيد كل شخص يعني عملت لنا يوم جديد تحطي عليها رندا حلوه. وهون في عندنا احرف كمان يعني كل واحد بده يعمل اسمه. انت ايش عامله؟ سحر. سحر عامله اسم سحر بس اعطيكم فكره. هاي مثلا الاس وفي الاي والاتش والاي او الار حسب طبعا الاسم بشكل مختلف. نيجي للورود. انا كمان شو بدي اسالك كمان كيف الاقبال وقديش قدرتي انك تطوري على صناعه الصابون. هلا هذا بوكي ورد ولكن من الصابون. اوكي هذا صابون. هاي الباتلز اللي عملتيها هذا مش للتغسيل حسين بسال للتغسيل؟ لا هذا منظر. هذا مش هذا منظر وبيمضي وقت فيه رائحة طويل. حلوة. فيها ريحة كتير حلوة جوري. أكيد مش رح حرام خسارة صحيح. يعني عملته بكل تفاصيله. في هون السياج تبع زي كأنه قوار وعم نحكي عن الخضار والورد. هاي البتلز تبعت الوردة قديش صعبة تعمليها؟ مو صعبة كتير سهلة. هي عبارة عن قالب هي بس كأنه مبين من كثر ما هي تفاصيلها بس تفاصيلها بتطلع بين كأنها وحده وحده كل قطعه بقطعتها بس هي عباره عن قالب يعني قالب بتحطيها بالضبط وبعدين بتطلع بتزينيها الورده بتضيفي عليها اللون والورد والعطر المناسب لها وبتحطيها. هلا ما بنحكي عن الصابون اوقات كثير في ناس تحت الهم بتقول لك مثلا هل هاي الصابونه مثلا المواد اللي موجوده فيها امنه على البشره عرفتي نستخدمها؟ اكيد لان بتعرفي يعني صح يعني ممكن في مواد ممكن انها تسبب مشكله او حساسيه. لا هذا الجليسرين طبي 100% يعني حتى اذا استخدمتيه لوحده ما بياثر على الجسم شو ما كانت نوع بشرتك انه بيستقبلها. ما في اي مضار او حساسيه بيعمل للبشره. لا امن هو اسمه جليسرين طبي. اوكي وانت بتصنعي ببيتك؟ ايوه بصنع ببيتي. هلا كيف الاقبال؟ هلا شاركتي مثلا بالبدايه يمكن ما خطر بالك الموضوع قلتي تعلمتي من خلال يمكن بعض الصبايا بالزبط. وبلشتي فيه وطورتي عليه. كيف عم بتشوفي بتشاركي ببازارات؟ هل أكيد. في اقبال بتحسي على الموضوع؟ اكيد كثير في اقبال عليه بطريقه البازارات وبطريقه كمان على السوشيال ميديا يعني انه حتى الناس لما يشوفوا شغلي بنزل انه مثلا انا عملت كذا فبصيروا يسالوا
او اودي هديه مثلا، حلو شغل هدايا مميزه، ما اودي هديه لحدا معزي له، فبتحسيهم انه حبوا الفكره، بصيروا يسالوا من وين هذا، فبتحس الاقبال عليه كثير حلو. والاسعار بالنسبه أسعار مثلا كثير بسيطه يعني، بس ما في يعني تكلفه يعني بالنسبه زيادة لهديه على الأشخاص. مميزه انه سعرها مقبول. احنا بدنا نتمنى لك كل التوفيق رندا مقداد، وان شاء الله بتقدري تطوري كمان على هاي الصناعه، تصيري تعملي يمكن اشكال مختلفه، مناسبات مختلفه، ما بعرف اذا في شيء ببالك يعني. هو اكيد في دائما بتكون موجوده، حتى بنقدر ندخل ليف، الليفه مع الصابونه، هاي الصابونه امنه كثير برضه بطريقه حلوه وباشكال والوان مختلفه. حتى الاطفال يعني اللي بدك تشجعي انه يغسل بطريقه معينه، بتضيفي له قطعه لعبه صح بتكون موجوده، بتشجع الطفل انه يروح يغسل لحاله، كثير حلوه بتكون. شكلها بيكون حلو بالضبط. اهلا وسهلا فيكي رندا مقداد، ولا تنسوا تتابعوا صفحتها على الفيسبوك رندا مقداد حتى تقدروا تشوفوا اشكال مختلفه، واذا بدكم اكيد كمان يعني توصوا على مثل هاي الصوابين لمناسباتكم. اهلا وسهلا فيكي وبالتوفيق. اكثر حبيبتي، تسلمي.